عشاق الأفاعي وادي الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منطقة الكريمة مسقط رأسي، ومنطقة هاي تدعى منطقة سبيرة. امسك بالله شوية. طبعا جينا اليوم يا اخوان هنا بلغنا على وجود أفعى وما لقيناها، ما لقيناها الأفعى نهائيا، بس وصفوا لي إياها إنها حمراء، عرفت إنها أفعى الفئران. طبعا في أطفال اجوني أطفال، شو اسمك أنت حبيبي؟ مصطفى. مصطفى إيش؟ مصطفى جمعة. مصطفى جمعة، كم نوع من الأفاعي عندنا بالأردن؟ 37 نوع. يا عيني عليك، أنا مبسوط فيك كثير. وأنت طيب؟ سبعة سمات. تعرف السبعة سمات؟ اه. كويس، طيب لو لقيت الحنين شو تعمل فيه؟ ما أكتب، نرن على ياسين. حلو، ولو لقيت أفعى مثلا الفئران؟ ما أكتبها. يعني أفعى فلسطين تعرفها؟ اه. متأكد؟ نعم. كل الحب والاحترام يا أخوان، أنا بهمني إنه الرسالة تصل لهيك أجيال. إخواني امبارح أنا بثيت مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو اللدان أبو 44، طبعاً هذول كانوا يقتلوه الأولاد، كانوا يشوفوه يقتلوه. هذا هو شايفينه؟ هايو قرصني، ها هايو عضني. يا إخوان هذا سم ضعيف. هايو هذا سم ضعيف جداً، يحمل يعني أخف من النحلة. بيسبب حرارة فقط لا غير. انا اتمنى بس حراره، بس حراره يعني يا اخوان هذا ما بياثر. انا ما بدي حد يقتله. انا مو سام، هذا مو سام، في سم ضعيف زي النحله. هاي عضني ها. هذا يا اخوان اللدان محافظ يوكل قوارض كثيره من البيئه احنا ما بنعرفها، مفيده للجميع. انا بدي الرساله تصل انه ما حد يقتل مثل هيك ابو السفايف. ابو 44 اجر هاي عضني ها، او ابو 44. امبارح يا اخوان نزلت، طبعا دخل قلت له اخلي سيبي، هي عضني ها، روح خلي سيبي له. وهي طلعوا هون ها، هذا كله هاي عض الثاني. اخواني اخواتي الاعزاء، امبارح لما نزلت مقطع الفيديو لابو 44 انه ما بياثر على الاطفال او النساء او الشيوخ او ام كشه، ارجع واقول يا اخوان حقا انه ما بيسبب وفاة، لكن ترجع لمناعة الانسان، ترجع لمناعة الانسان او الانسان. احنا بدنا الرسالة تصل للجميع انه اذا شفت اللدان، كنت تقتلوا اللدان زي هيك؟ كانوا يقتلوه. طب هسه اذا شفته تقتلوه؟ لا. انا بدي الرسالة تصل يا اخوان للجميع انه اطفال زي هيك كانوا بيقتلوا اللدان هذا، او ابو 44 اجر، او ابو السفايف، يعني ثلاث مسميات تختلف، او الحريش. اتمنى من الجميع بالمحافظة على البيئة والطبيعة. احنا يا اخوان هدفنا الوحيد توصيل رسالة للاجيال، الاطفال اللي زي هيك، اللي هذا طفل صار يميز بين افعى فلسطين والحراشف والافاعي اللي غير سامة. اخواني انا مش خبير، متابعينا امبارح لما نزلت المقطع اشكر كل من علق حقا، واعتذر للي غلط بالتعليق. احنا يا اخوان هواة الطبيعة والمحافظة عليها. قبل من اسس مجموعتنا كانوا في ناس يتاجروا بالاحياء البرية، بيتاجروا بالاحياء البرية، بيع افاعي او محتويات من البريه. حسب من الحيايه في 27 نوع سام، 37 نوع، سبعه سمات، سبع سمات، وال 30 نوع محافظ على البيئه سام بس ما يذي. سبع سمات، ثلاثه عندنا بالشمال واربعه بالجنوب ما نشوفهم. احنا اهم شيء هون تعرفوا افعى فلسطين وافعى الحراشف والخبيث الاسود، هو اللي هو الحنيش. لا مش الحنيش، الحنيش دشره، الحنيش طوله 3 متر. الخبيث الاسود طوله من 50 سنتي يصل ل 65 سنتي، ويعمل حاله زي الكعكه. اخواني زي عصات سيدنا موسى. لا عصات سيدنا موسى مسالمه، ما انا عارف زيها يسالم. انا بتمنى، انا اتمنى يا اخوان انه ما حدا يبيع، احنا ما نبيع شيء من الطبيعه. انا مجرد ما مسكت افعى يحكي معي اي مواطن
نمسك افعى عنده يا اخوان، بيجيني اتصالات عده، تبيع الافعى بدي اياها. يا اخوان ما نبيع ولا بعطيك اياها. انا الافاعي امبارح السامه سلمناهم للجمعيه الملكيه، انا قمت من رقبتي لرقبتهم. الافاعي اللي غير سامه حتى المضروبه بنعالجها ونخلي سبيلها بالبيئه. احنا بدنا نأدي رساله فقط لا غير. عملنا جهد شخصي، جهد شخصي، رغم اي صعوبات اي تحديات بدنا نكمل المسيره. والتحديات والصعوبات بفضل الله وفضلكم عشاق الافاعي وادي الاردن تتحول لانجازات. تحيه لياسين صقور، كل الحب والاحترام، قولوا تحيه. تحيه. شكرا شباب.